غايو مع على اختيال شيء تشوفي بعيد يلف مازال كيف ما هو عنده عدد اشهر مازال ما في حتى شيء جديد مازال المماطلة مازالت موجودة الموارد مازالت موجودة التغطية والإخفاء الحقائق مازالت موجودة آخر مسار عنده منذ شهر ونص تقريبا هو اكتشاف أنه أعضاء في وزارة الداخلية أخفوا الاختبار الباليستي عنده حكاية 5 شهور عند مجموعة من الأمنيين 5 ناس تحديدا وما قدموش لقاضي الحكم التحقيق ولا لينا احنا ولا قانونا على مهيل وعلى مضمون الاختبار. دونك جديد ما فماش جديد، جديد هو انه تواصل الممارسه وتواصل التعتيم على القضية. التعتيم على القضية. وهما الاشخاص في حد ذاتهم ما يمثلوش دواوين قد ما يمثلوا الخطط اللي يعملوها في وزارة الداخلية. يمثلوا هيكل ومؤسسة مؤسسة الدولة. تتوقع أن يتم الحسم والوصول إلى الجولات في الملف القضية؟ والله بقليل من الحرص والحسم والإرادة السياسية باش نلقاو الجولات نجمو نلقاوهم طبعا. الحكومة الجديدة ما نتوقعوش منها أنها تصرف الملف وإن أنا راني ما نتوقعش أنا ما عنديش تكهنات تجيني، احنا عندنا قراءة واقع تقرا الواقع بشكل صحيح، تلقى التشخيص بشكل صحيح وتعرف الحلول بشكل صحيح. دونك احنا الواقع عطانا انه الحكومة الحالية توجد فيها من جد اللي هو وزير الداخلية الفارق واللي في عهد وزارته هو تقتل محمد البرامي، من جد اللي في عهده هو تم إخفاء الحقائق، من جد اللي في عهده هو تمدد الارهاب واعمال العنف في الشارع. دونك مانيش عارفه كيفاش في ليله ونهار باش يتبدل سياسه الوزاره هذه الا اذا كان هو بالفعل كان مجبر على الافعال اللي كانت تصير في وزارته وهو ما هوش يوقف فيها. دونك وقتها تولي فما امكانيه انه تتبدل اذا بشرط انه يبدل الاشخاص والمسؤولين الموالين لحزب النهضه تحديدا اللي وقعت عينهم من قبل علي العلاي وراء الاغتيال اللي تبين توا انه السلطه القائمه اللي قاعده تخبي في الحقائق تنجم تكون وراء الاغتيال، ولات فرضيه قائمه بشكل جدي انها تكون وراء الاغتيال بشكل مباشر، اللي قاعدين يتمداوا في تشجيع الارهاب ينجم يكون وراء الاغتيال، وراء اغتيال شهيد شكري بعيد، ولكن ايضا ينجم يكون وراء اغتيال شهيد محمد البراهمي، وراء اغتيال المفتي، وراء اغتيال لطفي نكث قبلهم الكل، وراء اغتيال الجنود، وراء اغتيال الامنيين. دم شكري بالعيد ودم محمد البراهمي من بعده هو كان المحرك الموتور، كان المحرك الاساسي للمقاومه، مقاومه الناس، لانه في وقت من الاوقات الشعب فد من الوعود وفد من المثال الثاني اللي توجد من جديد، مثال فاشل، مثال دكتاتوري وفاشي، ومثال اللي ما يقبلش الرأي المخالف، ومثال اللي يحب في الحبس الصحفيين، ومثال اللي يحب في الحبس الفنانين. دونك ناس أحبطت، وثم بعد الاغتيال بالطبع صارت معناها صحوة جديدة، والناس قررت وقالت دار الخوف وقررت أنها تقاوم وقررت أنها ما عادش باش تخلي اغتيالات كما اللي صارت على شكري بالعيد وعلى محمد البراهمي تكمل تصير. دونك كان اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي هو المحرك للمقاومة، مقاومة المجتمع المدني من جديد، كان محرك للمقاومة من أجل إنهاء الدستور وقد تم الدستور، المقاومة من أجل تغيير الحكومة وقد تم تغيير الحكومة، كان هو المحرك في كل الأحداث اللي صارت. اغتيال شكري بالعيد مش خلق أزمة، خلق شرخ كبير في سياسة البلاد، خلق شرخ في حتى شبه الثقة، كانت الناس تتوسم وتبدا تضر وتقول بالك شي تو تتبدل الوضعية وهذه حكومة جديدة ونخلي لها الوقت باش تخدم، لكن اغتيال شكري بالعيد خلق شرخ كبير، والناس لأنه اغتيال شكري بالعيد سبقوا موجة من التكفير، سبقوا موجة من التشويه لشكري بالعيد، سبقوا موجة من ربط الدين بالأعمال السياسية، سبقوا موجة واللي كانوا يتصدروا المشهد الإرهابي ومشهد العنف كانوا ينتميوا إلى تيار إسلامي متشدد. دونك اتربطت المسألة ما
المسألة الأمنية بمسألة الدين في وقت من الأوقات، واللي خليت من بعد ثقة الناس بالسلطة اللي هي سلطة دينية بالأساس تهزت تماما، وارتبطت بالعكس الصورة، ارتبطت بالإرهاب والعنف مع الحكومة اللي موجودة. الحكومة حكومة النهضة ملي تولات الحكم وهي تتلقى في الإملاءات وتمارس في إملاءات الخارج على تونس بشكل واضح، باعت الأراضي، باعت المصانع، باعت وضع مصادرته، باعت عديد الممتلكات نتاع التوانسة، باعت البلاد الكل، باعتها للأجانب القطريين والسعوديين، وهذه إملاءات من الخارج. دونك حاولت كرستها النهضة، ثم بعد هو هي سياسة خارجية كاملة في تبني موقف أن أنصار الشريعة هما الإرهابيين، وهو مسار سياسي واضح. اغتيال شكري بالعيد صحيح هو المحرك لإنهاء الدستور، ومحرك للفترة هذه كلها وللمقاومة، ولكنه يبقى فاتورة غالية برشا خلصوها التوانسة على ذاك، مش ممكن التوانسة ينساها، ومش ممكن ينشغل ذهنهم على ذكرى اغتيال شكري بالعيد بحتى شكل.